نجيب، حظوظ نادي الهلال في المونديال؟ أنا قلت لك يعني المباراة الأهم هي أمام الوداد المغربي، فريق قوي، فريق متمرس، فريق يلعب يعني أفضل مستوياته هذا الموسم تحديدا، بجانب اللعب في المغرب. اللعب في المغرب من المباريات الصعبة جدا أنك تلعبها في المغرب وفي أرضيات الملاعب المتواجدة هناك. لذلك أنا أشوف حظوظ الهلال بظروفه الحالية وبالمستويات الأخيرة اللي قدمها سواء كانت في السوبر أو في الدوري حظوظ قليلة جدا بالوصول للأدوار المقبلة.